كنظلموا الوالد كيقولوا ليه ما عندكش الولد، وجيتي تيايا وكتسمعيني انني كنبقى نهضر مع با كنقول ليه با انا ولدك انا كلشي انا بنيت حياتي عليه. بحقش التصويره طحت ضربه مجبده والله ما ضربتها، كون ضربتها. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الاخت فوزيه. فوزيه عندها حوالي 30 سنه، شابه طموحه، لها دور كبير في الاسره ديالها بحكم ان هي الابنه الكبيره في المنزل، كترعى اخوات ديالها وكذلك والديها. مشاهدينا الكرام نقاش بين فوزيه والجاره اللي معاهم، النتيجه ديالو وصلت للامن وصلت للقضاء. نقاش بالنسبه لفوزيه نقاش عادي، ولكن الطرف الاخر يدلي بشهاده طبيه في 24 يوم غيرات المسار ديال فوزيه لما هو أسوأ. وفوزيه تصرح بان هذيك الشهاده الطبيه ملغومه. تبعوا معايا فوزيه، لكن ممكن تعاودي لي القصه دي. السلام عليكم. انا الكبيره في اخواتاتي، والديا ناس دراوش عايشين الحمد لله في الكاريان. نهار اللي سمعنا الاستفاده غتجي كاينه شي فليسات ديال الواليد، فليسات ديالي انايا، مشيت خديت واحد الدويره على اساس انا كتخدامه عند واحد الشركه اللي راه هي معروفه ديال الصباط. مني انا خديت هذاك سميتو فلوس مشيت قلت اش غندير، اللهم غنمشي غناخذ واحد الدويره، نهار اللي غادي تجي الاستفاده راه غتلقاني انا ديك 36 وديك 34، راه ما غنكدش انني من حي الصناعي انني غنخلص هذيك هذيك الكره وانني غادا نصير على دارنا. لحقاش الوالد راه حتى هو راه الله اللي عالم به، يعني باغي الاولاد معطاش ربي الاولاد، كنحاول نتصرف انني انا هو الولد الكبير ديالو. ممكن الاعتداءات على خواتاتي كاننا بنات ومن تم العائله ماشي غير من كل شيء، هذا الشيء هو اللي خلاني انني نمشي نشري واحد الدار ونحيد خواتاتي من ديك البلاصه، نهزهم من ديك البلاصه ونديهم واحد البلاصه اللي فيها الامن والاستقرار وبارطمات كنسمع عليهم بان كاين سكن اللي هوايا كذا كل واحد ساد عليه بابه، ما كيسحبش ليا انا هذا السكن غيكون بحال هكا واللي غيوصلني واللي غيدمر لي حياتي واللي غيوصلني لهاد الحويج هادو. انا دابا حياتي تدمرات بسبب واحد السيده دايره واحد الضربه في راسها. المهم انا سكننا ديك الساعه، اول ما دخلنا هاد السيده جات، حنا خدينا السيروت تقريبا حنا الثانيين في داك الموبل. انا دابا انا حياتي كدوز دابا بين عينيا، خدينا الساروت ممكن تصحيحها ما فيها حتى شي حاجه بخير، غير غنسالي الاجراءات الصلاح ديالو داكشي غنوض، قلت غنوض نخدم هكذا صافي. جات هذيك السيده نهار اللي عطاوها الساروت طلعت اول حاجه غتدخل عندنا غتهدد علينا، والله ودرت كولي على ولدي. ديك الساعه في الاول سكن ولدها ولكن كانت كتجي عنده، ملي سكن ولدها المهم تهددت علينا درت كولي على ولدي. ديروا الدريه صغيره اصلا راه كتحبوا يعني ماشي شي وحده اللي صافي. ماما قالت لي راه السيده كتهدد. انا ديك الساعه بقى فيا الحال لحقاش انا من داك النوع ديال انني ما كنهضر مع حتى واحد، داخله سوق راسي ما كنقول سلام حتى شي واحد، كنعرف ان الانسان خصو يمشي معينيشان مادام قلتي واحد الكلمه الا كتعني بها شي حاجه. صافي شويه وانا نقول عرفتي ندير انا غادي ننسى هاد الهضره هادي غنديرها ما كايناش. حقاش السيده باش دخلت الا شتوها غتعرفوها انها واحد السيده اللي ماشي شي وحده مسلمه. ما علينا قلت واقيلا انا غالطه. صافي جا ولدها سكن، سكنت مرت ولدها كي نسمع شي اصوات ماشي حتى لي انا يعني تبريه عاديه، مازال هو كيجي يتبرى فيا مع جوج الليل كيجي يدق عليا جوج الليل، انا ما غنتبرهش كما كان هو كيتبرى. جوج الليل كيدق عليا كيقول لي يا اختي هو باغي يعرف غير شكون كاين في الدار، هذا ولدها الكبير باغي يعرف غير شكون كاين في الدار. اختي حتى كيلقى ماما كيلقى با جالسين، كنقول ليك ما كاين باس. جوج الليل كنقول ليك ما كاين باس، حنا كنبقاو سهرانين مع الصيف ومع داك الشيء، كيطلع عندي عريان راه ماشي لابس راه عريان بالسليب. ياك ما كاين باس كيشوفهم كيقول لي اختي راه صداع، كنقول له خويا راه الدراري كلهم ناعسين، انا كاين عندي ولد اختي وبنت اختي وكاينه اختي هما تقريبا في التقاده وحده، كنقول له خويا راه الدراري كلهم ناعسين هو راه ما كاين به حتى شي حاجه، هو به باش يعرفني انا ولا انا خواتاتي ولا شي وحده فينا كاينه. حنا كاينين حنايا خمسه دريات صغيره فينا راه غتكون عندها تقريبا واقيلا شي 9 سنين. ما علينا هذيك الساعه بقى انا مني شفت هذا الشيء كثر عليا ولا دقان عليا وكنسمعو كنقول يا خويا حتى راك تجهت الفازه، انا ما كندق عليك ما حتى حاجه وكنسمع شي اصوات بيناتهم، يعني كنحاول اننا كاع داك البيت نحيدو من والد سمع هكاك صافي زيد ما بقاش كيقول لي انا. قال ماما قال انا ما بقاش نجي لك لهاد السكنه هادي خايبه، والسكن الاقتصادي ديال دابا راه ماشي هو السكن الاقتصادي ديال شحال هذا. بقيت هذيك المده
صافي قلت للجيران الله يرحم لكم والدين، مني تجي الام ديالو هضروا معاها، راه ولدها كل خطره كيجي يدق عليا، وبعض الخطرات مع الصباح كيجيب لي الناس كيقول لك حق ما هابط عليا، هو راه ما كاين لا مالت شي حاجه. دازت واحد المده مو كتجي كتمشي، واحد النهار طلعت ليا كتخبط عليا بكراطه، بعدا تخبط تخبط تخبط، انا تعصبت كنقول هادي مالها، ما درت لها حتى حاجه، ما هضرناش معاها، قلت لهم ريحوا، المهم حنا تمشي ما كنتمشاوش كاع في الدار ما كنتمشاوش. صافي وداز عاوتاني واحد النهار بدات تخبط، وانا نهز الشطابه دقيت عليها، يعني زعما كاين علاش كتدقي، وهي طلع ليا قالت لي اختي، قالت لي الصداع الصداع الصداع، نقول لها هو صداع اصلا كاين في الدوزيام ما كاينش عندنا حنايا، بقاش الدردي كيتسمع من الفوق حتى للتحت. مني انا هضرت معاها قلت لها اختي ماك ياك ما كاين باس، راك داك الضرب اللي كتضربي بالشطابه راه باغا تريبي علينا، راه لا جيتو غاتسمعوا عندي فيديوهات كتخبط. المهم هضرت معاها، الشابه بدات كتقلل عليا الحياه، قلت لها شوفي اختي انت عندك دارك وانا عندي داري، سيري اختي هبطي لدارك وخليني عليك في التيقار. قالت لي لا، انا قالت لي ما بغيتيش، انا قالت لي دابا، قالت لي غادا نوريك، انا نهز قرعه قلت لي بقى نضرب في البخاريه. انا بقيت كنشوفها قلت لها دابا انت شنو بغيتي من الاخر، دابا هي واش بغيتي انني نخرج من الدار قوليها ليا. قالت لي لا ماشي هكا، قلت لها راه انا عارفه السك الاقتصادي راه عسير وتلحتو راه غادي يطيح غيتسمع. المهم هدنت معها الامور، مني شافتني شويه طلعت بدات هي تهدن معايا، قالت اش ندير نخدم السياسه هو التشعويد، بداو كيلوحوا لي على الباب التشعويد، كنشوف في ولدها من ورا الباب كنقولها خليه الله يهدي، المراه اللي قدامي حتى هي كذلك، الدري اللي قدامي كنقول لها واحد النهار شو انا من العين، قلت لها السيده اللي قلتها لها تناقشت معها، ندمت صافي وليت كنقول غنسكت صافي ما نقول حتى شي حاجه. دازت واحد الوقيته هاد السيده هادي كترت علينا، ولات قالت لك باغا دير سانديك صحه في الموبل، المهم هي بغات تاخذ الفلوس وتبدات من عند الجيران وتبدات، انا يا عرفت النيه ديالها، كنحاول انني نسيس معاها، كتبدا تعاود لي شنو باغا دير الجيران، عندي اوديوات باغا ندير الجيران باغا ندير لهم يعني شي حوايج اللي خايبين، ممكن يعطيوها هذيك 100 درهم للشهر كتجمعها، هذيك فلوس هي بفم ديالها، وكاينه واحد صاحبتها كتجي كتعطيها الفلوس وكتقول لها غترجعي ليا كل سيمانه 100 درهم حتى وكان جمعيات فلوس وتعطيهم ليا. انا عطيتها، انا مشيت قلت للسيده اللي اون فاس معايا قلت لها شوفي راه فلانه اش باغا دير شنو باغا دير، هضرات معايا قالت لي يا بنتي انا اصلا ما غنصلحش معاهم بداكشي اللي بغات، انا بغاوني انا مره كبيره، قالت لي بغاوني انا نجمع، درنا الاول قالت لك حق هذيك السيده، قالت لك لا هاد السيد هذا ما غاديش معنا بالصفه والنيه. المهم تكلفت هيايا السيده، قالت لي انا بنتي داكشي اللي بغات ديرو هي ما نعطيهاش فلوس، اما نجمع انا اما كل يصلح الطاج ديالو. المهم خرجت هي، انا عطيتهم رجعت لي انا فلوسي، رجعت لي فلوس ديالي من تما بطاقه، قالت لي لا ما بغاوش هما، قالت لي صلحوا صافي تخلص عليهم. قلت لها انا ما نقدرش نخلص على الناس، هما راه جوج قدامي باش نعطي واحد المبلغ اللي هو كبير على دوك جوج الناس. صافي دازت هذيك الوقيته، بقيت كنحاول عرفت النيه ديال اش باغا دير، كنحاول نسيس معها تمشي في حاليتي من تما كاين. من بعد دازت 15 يوم انا ما فراسي والو، انا فاش مشيت انا ديك الساعه الكوميساريه غير باش نديكلاري بسبب هذا الشيء ديال الازعاج ديال ولدها. مني دازت 15 يوم السيده حتى كتجيني السيده ما عرف شنو فيها، انا قلت ما دايره حتى شي حاجه، جا عندي البوليس قال لي راه واحد السيده شاكيه بك تيفلانه، قلت لي هي انا، قال لي راه شاكيه بك، قلت لي علاش ياك ما كاين باس اخويا، قلت لي انا راه معمر لقاني مريضه، بعدا لقاني في واحد الحاله صعيبه بكثره الاعصاب. قلت لي ما كاين باس، قال لي شنو الموضوع اللي عندكم انت وياه، قلت لي اخويا راه غير تناقشنا غير على ولدها وهي راه على هادشي علاش، ويقول لي صافي اذا كاين سوء جوار، مشيت على النيه ديالو سوء الجوار، يعني غنقدروا نمشيو للكوميساريه غيكون واحد الحل، يعني ما كانش الحل بيني وبينها وما كانش سميتو ذاك النهار ما كان لا جيران لا حتى شي حاجه، يعني غيكون الحل ما بيني وما بينها في عند البوليس، يعني ماشي شي حاجه. مني هذاك النهار انا مشيت ديك الساعه سولت ديك الساعه صافي رجعت الناس، قال لي يا اختي حتى الغدا نعيطوا لك عاد جي، فعلا جلست ما مشيت ما سولت. دازت عاوتاني 15 يوم اخرى جاتني السيده، نقول كيفاش جاتني السيده، انا ما دايره حتى شي حاجه، وانا نوض نجري حسيت بقلبي ولا كيضرب ما عرفتش علاش، بحال شي خلعه شدتني حقاش كنشرب داك الضوا، وداك الضوا اللي كنشربو كنحاول باش انني ننسى كاع اللي داز عليا، حقاش انا حياتي جيتي لقيتيها في واحد الصراع مع العائله، كيظلموا الوالد كيقولوا لي ما عندكش الولد، وجيتي تيايا وكتسمعيني انني كنبقى نهضر مع با كنقول لي با انا ولدك انا كلشي انا فنيت حياتي عليه.
انا بنيت حياتي على با، جيتي تيا سمعتي اختي شنو وقع ليها في واحد الموضوع اخر هذا، بكثرة ما كيتعداو عليهم عباد الله، واحد اغتصبها واحد ودخل الحبس، الحمد لله القانون غدا، وحده مسكينه تعدى عليها واحد وما داروا معاها حتى شي حاجه، باقي لحد الان حملات تغتصبها، انا اللي هزه مسؤوليتها ومسؤوليه بنتها. انت مني سمعتي هذاك الغور ما داروا معاه حتى حاجه، انت درتي هكاك نفس الشكل، شافتني في الجريده ديال العبير وشافتني في الجريده ديال الحدث، كنهضر على اختي وفي الاخر نطيتي قلتي اجي هادي طغاو عليها، اجي انا طغاو عليها واجي انا نورك عليها، خلينيها مع عائل تبا اللي كاين هادي وبا بزاف وكيضربوه ولاد خوتو، خليني اختي خليني حشومه عليك حرام عليك، ما تاكليش ليا لحمي. هذيك الساعة ملي جاتني السيدة هزيت وحسيت بالحقرة وقلبي بدا كيضرب، وكنقول أنا عندي واحد البنت اللي هي صغيرة اللي هي اللي حباها، اللي هي البارح كانت عندي جلسة ديال معباها، ليها يلاه أنا ديك الدرية كنحاول نوفر لها داك الشيء اللي نقد عليه لحقاش أنا مرسة. أدري أدري لي بنت من؟ بنت اختي، انا عندي اختي وبنت اختي، اختي قاتلها فقر الدم، انا اللي هزاها، كتخدم ما كتقدرش تخدم كتجلس. تعاودي ليا انا معاك، واش الراي العام يجتوع ملي وصلتو ملي انا معاك الناس على هذا الشيء اللي وقع ليا مع هذه السيده. عطيني البوليس ملي وصلتو ليه قدموكم عند السيد وكيل المدني. قدمونا هذيك الساعه، مني قدمونا انا كنت فاجئ، كيقول لي ضربتيها غتحط تصويره ديال الضربه، انا طحت هذيك الساعه، طحت ملي طحت صافي جاب لي كرسي عطاه ليا، سامع ليا عطاني الوقت سامع ليا، قال لي قلت ليه انا بديك الساعه بديت كنترعد لحقاش العصاب لعب فيا مزيان، بكثرة ما كتدق عليا بكثرة ما كتضرب سميتو بكثرة ما ان البلاصه فين كنعس في النص الليل كتبدا تشطح عليا هي وبنتها وولدها. ملي عطاني كرسي الحمد لله جلست سامع ليا، هضرت معاه، ولكن واخا ما هضرت معاه ما هضرتش معاه بديك بيحقش التصويره طحت الضربه مجبده، والله ما ضربتها، كون ضربتها انا كيما غتجيني الاستدعاء الاولى غنمشي اللي كيديروه الناس، ولكن انا ما كنديرش داك الشيء، انا كنمشي في القانون، انا راه فايت ليا ماشي في القانون الحمد لله، خديت حقي تلقات لي عصابه وخديت الحق ديالي، انا حتى انا كيما كيديروا الناس وكيمشيو جواز الشواهد الطبيه حتى انا نمشي نجيب ديك الساعه شهاده طبيه، انا ما عارفاش شنو كاين. هذيك الساعه سامع ليا سميتو قال لنا صافي حاولوا انكم تحيدوا هذا النزاع بيناتكم. شهاده طبيه شحال فيها؟ 24 يوم. هي قالت لي لا ضربتني، هو مع مني قالت لي هزت عليه ايده ايدها وقالت لي ضربتني، قال لها اجي انت واش تيعقل كتقولي ضربتك، صافي ضربتك راه غنحقق من هذا الشيء هكذا صافي. هو يقول لي عاودت ليه بالتفاصيل، المهم واللي وصل ليه الاستاذ تكتب لينا تبادل العنف. خرجت انا بدات محيحه تما، طاحت بدات محيحه، وانا فيما كنوصلها من الجلسات فيما كنبغي ندخل الجلسه كياخروا لي الملف، فيما نعاود نبغي ندخل الجلسه كتحاول تاخر لي الملف، هي كتاخر الملف كتاخر الملف كتاخر الملف، حتى النهار اللي انا ما حضرتش فيه تحكم عليا، تحكم عليا انا ما كايناش، جوج جلسات الاخرين انا ما كاينش. شنو الحكم اللي صدر؟ الحكم اللي صدر هو انني انا وياها 2000 درهم الوحده تعطى، وصورتي حنا بجوجات، و500 درهم للمحكمه، وانا اصلا ما ضربهاش، انا بغيت ندافع على راسي، ما خلاتنيش نوقف باش انني ندافع على راسي، ما خلاتنيش، انا بغيت ندخل نوقف قدام سعاده الرئيس، فيما كنوقف كنقول هنا غدا نعاود سعاده الرئيس ونقول لها انت سعاده الرئيس احكم عليا باش ما بغيتي الا لقيتيني ضاربه، انا حاكمه على راسي حتى ب 20 عام لكت انا ضاربه. هذيك الشهاده الطبيه انا ما عرفتهاش من جابتها، هذيك الشهاده الطبيه كتحاول باش انها دير بها ما عرفت جايبه شهاده بالزور باش انها تحاول ان ديك الشهاده تبينها بانها حقيقيه فعلا كاينه، والشهاده ديال الزور الاولى جابتها من سيدي مومن، انا مني قلت لهم انا هذه الشهاده انا اصلا ما كانتش، وفعلا هي ما كانتش، جابت كاينه شهاده اخرى اللي انا مشيت عندها البارح لاول مره غنعرف من رمضان لدابا عاد نعرف بان كاين الشهاده الاولى وكاين الشهاده الثانيه، الشهاده الثانيه ملي مشيت عندها قالت لي البارح قالت لي اختي انا ما عاطيه لا كارت ناسيونال ما شاهده ما ماشيه ما حتى شي حاجه، قلت لها كيفاش اختي ما يمكنش، قلت لها راه كنتي شاهده فيا واش انا قلت لها ضربتها، قالت لي اختي انا اصلا لا كارت ناسيونال ديالي ما سميتيش هاد السميه ما بغيتش نذكر ماشي هذه سميتي انا ها سميتي الحقيقيه، يعني حتى الشهاده اللي جابت هي ما واضحاش. الشاهده الاخرانيه قالت لك انا ما مشيتش كاع البارح، جات عندي قالت لي والله اختي كتضحك، قالت لي والله اختي هذه ما سميتي الحقيقيه. دابا الملف ان شاء الله غيمشي للاستئناف. دابا يا استانفت الحكم
حقاش ما حضرتش في جوج جلسات، ما حضرتش تحكم عليا انا ما كايناش، وانا دابا بغيت الحق ديالي. حقاش هذا الملف هذا كنحس به فيه شي طرز، فيه شي حاجه اللي انا دابا اللي غادي نقول كاع العيالات الامهات والرجال اللي هما رجال اللي ولادهم تحكموا بالظلم. ماشي من انا الحمد لله المحكمه فايت دزت فيها، وسعادة الرئيس الحمد لله دزت عنده وقال لي بنتي كما كتكذبي على الدراري. قلت لي ها انت سيدي انا اش غيخليني نكذب على هاد الناس؟ وقلت لي هكا سعادة الرئيس، قلت لي انا اللي كذبت على هاد الناس غيخرجوا وغينتقموا مني. قلت لي يا بنتي خديت لك حقك وغنرجعوا غناخذ لك حقك. هاد الكلمه بقات لي في ودني من 2015 فاش دزت مع هذيك العصابه اللي ديك الساعه ضربوني. ودابا انا نفس الشكل مشيت في اطار القانون، لحقاش هاد الملف جاني فيه التخربيق بزاف وما عرفتش شنو السر في هذا الملف هذا. يعني المهم هو الشهاده الطبيه، انت ما قصتيهاش كما كتصرحي. صحيح انا لكنت قيساها راه الحكم غيبقى المحكمه تحكم عليا باش شنو بغات الا لقاوني ضربتها. اختي شكرا لك، وانت ان شاء الله باقي عندك مرحله استئنافيه بطبيعه الحال. نتمنى الله تعالى يبين الحق. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الموضوع، قصه عطات فوزيه الأطوار ديالها من البداية كيفاش عاشت تحملت الصعاب، لأن هي المسؤولة على العائلة. إشكاليات كبرى وقعات في الوسط العائلي ديالها مع الأخوات وهي تتحمل الصعاب. هذا جانب أول. الجانب الثاني مشات للسكن الاقتصادي، دخلات في شنآن ومشادات مع الجارة. السؤال المطروح وهذا هو اللي مهم في الموضوع، هو يجب إعادة النظر في الشواهد الطبية. ماشي كل شيء الشواهد الطبية صحيحة وماشي كلها خاطئة، ولكن ما هي المنهجية الصحيحة في الإطار القانوني للبحث بدقة عن الشواهد. كاينين فئات اللي كيكون المآل ديالهم السجن بشواهد ملغومة. نعلم جيدا أنه الامتياز اللي عند الطبيب باش يشخص الضرر ويعطي الشهادة الطبية، كما كاين طبيب اللي كيكون محلف بطبيعة الحال، وكتشوف المحكمة أو النيابة العامة كتشوف الوجهة الأولى أشنو عطات والوجهة الثانية، وكيكون القرار في الأخير ديال القضاء. مشاهدينا الكرام موضوع الشواهد الطبية الملغومة موضوع مهم وفيه نقاش بشكل كبير في المجتمع. كاينين فئات من الناس اللي تعرضوا للظلم بشواهد مزورة، وكاينين اطباء البعض اللي كان المآل ديالهم السجن كذلك في هذه الشواهد. الشهاده الطبيه قنبله موقوته، ممكن انه بطبيعه الحال تكون صحيحه وممكن تكون لا، كتعطى الاهداف اخرى اللي عندها حسابات خاصه بين اطراف اذا كانوا نازعين في موضوع معين. مشاهدينا الكرام دور المشرع وكذلك اللجان اللي كتهيئ القوانين سواء في مجلس النواب والمقترحات ديال الحقوقيين وكذلك المقترحات ديال الباحثين في القانون، من أجل يجب مراجعة بدقة موضوع الشواهد الطبية. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا القصة ديال فوزية نموذج من ملفات كثيرة، موضوع النقاش هي الشهادة الطبية. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.